اللهم إنا بك فلا تلهنا عنك، ولك فلا تسلط علينا غيرك، وإليك فلا تصرف وجوهنا دونك. إياك نرجو ونخاف، وسواك نكره ونعاف، وإليك نسعى حافدين، وجنابك نرعى وافدين، ونعماك ننشر على الأقربين والأبعدين، وبحقك نتهادى بين المريدين والعارفين، وفيك نتحير والهين دالهين، وفيك نرغب الزاهدين الشاكين، ورحمتك نرجو محتاجين مفتقرين، وعلى ربوبيتك ننقر واجدين مرحين، وبصحبتك نفتخر بهجين فرحين. اللهم فقونا بعزيمة الراجعين إلى بابك، وبيض وجوهنا عند مناجاتك، واغمرنا بمواد مواهبك ومنحك، وآونا إلى كنف أمنك بالأمن منك، وأمطر علينا سحائب جودك وعطفك، ووفقنا لأقصد السبل إليك، وخفف علينا في كل الأمور التوكل عليك، وسهل علينا طلاب ما أعددته لأوليائك لديك، واسلبنا منا وشردنا عنا وخذنا لنا وبقنا علينا، ولا توالنا بالنعم استدراجا، ولا تمهلنا بالتطاول احتجاجا، ولا تأخذنا بياتا، وارحمنا إذا صرنا عظاما ورفاتا، وجد علينا بكرمك إذا صدر الناس أشتاتا. إليك وكلنا كلنا، وعليك طرحنا كلنا، يا من هو أرحم بنا منا، وأنظر لنا من أنفسنا، وألطف بنا من آبائنا وأمهاتنا. أمحو عنا صفاتنا باستيلائك، ثم أحلنا علينا فيك بولائك. اللهم اخصصنا بكل ولاء وآلاء، وحل بيننا وبيننا حتى نكون لك على الصفاء والنقاء، بين الفناء في دار البقاء. فإن الحيلولة بيننا تصفي صفاتنا، وتطيب حياتنا، وتكثر تحياتنا، وتدنينا من فنائك، وتؤهلنا لرفدك وعطائك، وتصل بيننا وبينك بلطفك وعلائك، وترسمنا في زمرة أوليائك وأصفيائك. ربنا تقبل منا الصلاة والصيام، واحشرنا في زمرة خير الأنام. اللهم افتح بصائرنا، ونور سرائرنا، وأفننا عنا، وأبقنا بكلابنا، إنك على كل شيء قدير، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صيام هذا الشهر وقيامه، وجعلنا فيه من الفائزين.